رجعنا لكم مره تانية مشاهدينا، وما زلنا معاكم برنامج اسالي. وزي ما قلنا لكم او زي ما عودناكم في الفقره الاولى، بنقدم لكم كل ما يخص المراه، ولكن في فقرتنا التانية كل ما يخص كل ما هو طفل. فايه رايكم يكون موضوعنا النهارده عن الرضاعه الصناعيه؟ عارفين ان كل ام في البدايه ممكن ترضع رضاعه طبيعيه وممكن تتجه لرضاعه صناعيه. هنتكلم النهارده عن الاسباب اللي بتؤدي الى اتجاه الام للرضاعه الصناعيه، وهل الرضاعه الصناعيه مفيده ام لها اضرار او ام سلبيات. كل ده هنعرفه من خلال لقائنا مع استاذ دكتور زياد محي الدين، استشاري طب الاطفال. اهلا بيك يا دكتور معانا. اهلا يا فندم، اهلا وسهلا. زي ما قلنا ان الامهات في بدايه الحياه الاولى للطفل الرضع بتتجه لرضاعه صناعيه. عايزين نعرف الاول يعني ليه الام في البدايه ممكن تتجه لرضاعه صناعيه، وايه الاسباب اللي بتؤدي للاتجاه لرضاعه صناعيه؟ لا، احنا طبعا هو رضاعه الام، رضاعة اللبن من ثدي الأم مباشرة، هو ده الحاجة المثالية وأفيد حاجة بالنسبة للطفل وللأم. احنا كمان عارفين إن دكتور زياد من مؤيدي الرضاعة الطبيعية. طبعا ده مش دكتور زياد، كل الدكاترة كده يعني. فدي حاجة أساسية. أما لو في ظروف معينة بتجبر الأم إن هي تلتجئ إنها تستعمل اللبن الصناعي، فدي بتبقى بقى موضوع تاني ممكن إحنا نعمله. احنا عاوزين بس نعرف الفرق إيه بين لبن الأم ولبن الصيل. لبن الأم هو نمرة واحد في كل شيء، لبن الصناعي هو أقل منه في كل شيء وليس سيء، يعني لازم الناس تعرف كده. اللبن الصناعي الأم ممكن تلتجئ إليه في أحوال ممكن إن احنا نوافقها عليه، لكن في أحوال ممكن إن احنا ما نوافقهاش. يعني الأم مثلا تيجي تقول لي أنا حاجة لبن صناعي عشان عندي شغل. طبعا مع احترامي الشديد للشغل، لكن لازم الأم قبل ما تبقى تنوي ان هي يجي لها اطفال لازم تعرف ان الطفل ده له حق عليها، ومن اول الحقوق هو ارضاع البيبي. فلازم تبقى عامله حسابها على كده. ممكن تاخد فتره اطول من الـ من الـ من الـ من الاجازه، ممكن ان هي تتصرف في الموضوع ده شويه بحيث ان هو الرضاعه تبقى طبيعي قدر الامكان. الدكتور زيد، هل ممكن انها تكون اداه مساعده وليست يعني طبيعي؟ حضرتك قلت انها ممكن يكون عندها اعمال، عندها شغل. طبعًا. ممكن تكون اداه مساعده بس بجانب اللبن الطبيعي. احنا ما نبتديش حياتنا بالغلط. خلاص، يعني ما نبتديش حياه ابني بالغلط. اللبن الام هو الاساس، ولبن الام مباشره منها. في ام بتقول لي والله انا ببقى غيب ساعتين، انا ممكن اشفط اللبن من صدري واسيبه البيبي بطريقه معينه، من احفظه بطريقه معينه، دي حاجه ممكن نمشيها. لكن الام تيجي تقول لي انا منزل شغلي من 7 الصبح ل 7 بالليل كل يوم بعد الولاده ب 15 يوم ولا ب 3 اسابيع، كده ظلمت ابنها ظلما بشرا. اهتم وليها عنايه، وزي ما ربنا وصانا على طبعا بدون شك. دكتور، امتى تم اكتشاف اللبن الصناعي؟ ويمكن يعني هنجاوب على سؤالنا بعد استقبال اتصال تليفوني. الو، يبدو ان الاتصال فصل. كنا اعتدنا قبل كده ان كل الامهات بتتجه للبن الصناعي بتخفيف اللبن العادي الطبيعي اللي احنا بنشربه، دي لبن الجاموسي، لبن البقري، ولكن في لبن صناعي مخصص للاطفال. هو ازاي تم اكتشافه؟ التجربه الاولانيه اللي اتعمل الفروق الاساسيه بين نسبه الدهون والبروتينات والكربوهيدرات اللي موجوده في اللبن، اللي هو بين لبن البقري او الجاموسي وبين لبن الام. فلقوا ان احنا لو جبنا لبن البقري او الجاموسي وخففناه. تليفون رجع مره ثانيه دكتور سياد. الو، مفيش مشكله. الو 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 الو، مساء الخير. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي دكتور زياد، معاكي وموضوعنا عن الرضاعه الطبيعيه والرضاعه الصناعيه. وطي التلفزيون شوية. اتفضلي. ممكن يعني انا عندي سؤال على يا ريت حضرتك توطي صوت التلفزيون شوية وتسمع يعني نسمعك أكتر. ابني عندي 3 ونص، بقالي يومين عندي زنج مية يعني كده مش بيقدر يعمل حمام بول. يعني مش شفته مختلف ولا إيه؟ شربيه سوائل كتيرة يا ماما، خليه يشرب سوائل كتيرة الأول. خليه يشرب سوائل كتيرة قوي، نعناع وينسون ويشرب ميه كتير، وسيبيه كده لمده من 4 ل 6 ساعات وشوفيه هيتبول ولا لا. دكتور زياد بيقول لحضرتك يشرب سوائل كتير، ميه كتير، وسيبيه جايز عرقان كتير او ما بيشربش سوائل، فبالتالي حضرتك شربيه سوائل كتيره. طب يا ريت حضرتك سالتي سؤالك، يا ريت تسمعيني من خلال الشاشه، دكتور زياد هيجاوبك. شكرا ليك يا فندم. خليه يشرب سوائل كتيره، ميه، نعناع، ينسون، حاجات زي كده، وسيبيه من 4 ل 6 ساعات يشرب سوائل. لو اتبول اوكي، ما تبولش وديه لدكتور الاطفال عشان يشوف. ما سالناهاش بيرضع رضاعه ايه يا دكتور، ان هو لسه ده عنده 2 سنين ونص.
فلازم بياكل بقى. دكتور يمكن كنا عايزين نتكلم بقى عن امتى تم اكتشاف الرضاعه الصناعيه. الموضوع ببساطه احنا كنا زمان في مصر زمان في الـ في الـ في, الـ في الـ يعني ما قبل كده كان بيبقى بيجيبوا اللبن الجاموسي او البقري ويخففوه نسبه 1:1 يعني كوبايه لبن جاموسي او بقري قصادها كوبايه ميه، ولقوا ان كده بيبقى نسبه البروتين والدهون قربت او قلت بقت قربت للبن الام، لكن نسبه السكريات قلت قوي، فكانوا يضيفوا عليه معلقه سكر. فدي كان طريقه بدائيه جدا ان احنا نعمل نقرب لبن اللبن الصناعي. بس الحقيقه هو طبعا طريقه تحضير اللبن الصناعي حاجه ثانيه خالص غير كده. هو بيتاخد اللبن الجاموسي او البقري وبيبقى مختار بطريقه معينه، وبعدين بيجفف بطريقه معينه وبيتحول باضافات معينه وحاجات بتزودها وحاجات بتقللها الى شيء اقرب للبن الام. دكتور زياد مفيش اي اوجه نسبه وتناسب ما بين اللبن الصناعي واللبن الطبيعي؟ شوفي حضرتك يعني مهما حاولنا نزود وسكريات وفيتامينات، هي الفكره مش فكره كده، يعني الفكره يقول لك ايه، احنا زودنا البروتينات او مثلا ظبطنا البروتينات بقى ازاي البروتين بتاع لبن ام، بس ده بروتين ولا بروتين تاني خالص. البروتين اللي جاي من الام للبيبي بروتين مختلف تكوينه عن البروتين اللي جاي من اللبن الجاموسي او البقري، وبالتالي اللي جاي في لبن الام هو انسب للطفل. الدهون، الدهون دي مش حاجه، دي حاجات كتيره ونوعيات كتيره واشكال كتيره. اللي موجوده في اللبن بتاع البقري او الجاموسي ممكن النسبه تبقى متناسبه زي بعض، لكن التكوين بتاعها مختلف وهكذا. الفكره ان احنا في حاجات بيولوجيه كمان كتيره قوي غير الحاجات اللي هي الكيميائيه اللي موجوده في اللبن الطبيعي بتاع الام غير موجوده في اللبن الصناعي، لكن الشركات بتحاول قدر الامكان انها تضيف اضافات. كل فتره بتروح بيعملوا مثلا مؤتمر وينشروا ان احنا عملنا كذا وكذا وكذا وبيشوفوا عملنا ابحاث قربت للبن الام، لكن مفيش حاجه بيقول احنا ماسين لبن الام، ما يقدرش يقول، لان هو كل سنه بتطلع اذا كان بيلاقي شيء بيضيفه كل سنه بيطلع 10 اشياء جديده في لبن الام بيكتشفوها يبتدوا يدوروا عليها عشان يضيفوها. احنا مش هنحبط من عند ربنا، مش هنحبط الام في كده، لكن انا عاوز اقول ان انا امتى استعمل لبن الصناعي. طب هل الام اللي ممكن ترضع رضاعه طبيعيه ممكن تستخدم لبن صناعي بجانب رضاعه طبيعيه؟ بدون شك. يعني احنا مثلا لو يعني يبقوا الاثنين مع بعض، ام عندها شغل وغصب عنها خلاص هتيجي وهي بره مش موجوده هترضع لبن الصناعي، واما ترجع البيت ترضع لبن ام، ويوم الاجازه هترضع لبنها كله. يعني واخد بال حضرتك ازاي؟ المشكله هنا ان اكثر شيء منشط لادرار لبن ام هو الرضاعه المباشره من البيبي لامه. دكتور زياد التليفون رجع. الو مساء الخير يا فندم. الو اتفضلي يا فندم، دكتور زياد معاك. الو لو سمحتي ممكن اكلم دكتور؟ اتفضلي دكتور زياد معاك، اتفضلي. لو سمحتي انا برد على طبيبي، بس عندي حاله في الصدر على طول مقطوعه مش بعرف، وعملت معاها علاج كتير ومش عارفه هل ادخل لبن في معها ولا لا. بصي حضرتك احنا في هنا في كريمات كتير او تركيبات كتيره جدا للاطفال او دكتور نساء ولاده اللي حضرتك تتعاملي معاهم ممكن يصفهم لك، وده بيعالج يعني اغلب الغالبيه العظمى من الحالات الحقيقه دي. دكتور زياد واضح ان هي ارهقت، فيعني بتحاول تستعين الدكتور ولا استخدمي اللبن الصناعي. ده مش بص حضرتك بس خليكي معايا اسمعيني بس لو سمحت حضرتك، ده مش من الحاجات اللي هنحرم ابنك منها من اللبن الام عشان نديله لبن صناعي. في حاجات كتيره قوي وكريمات كتيره قوي وتركيبات كتيره جدا، وفي حاجه اسمها حلمه صناعي. الحلمه الصناعي دي عباره عن قمع صغير بلاستيك بحلمه بتحط على الثدي، البيبي يرضع منه ينزل لبن من غير ما تعوري ولا حاجه. ده ممكن تستعمل كفتره مؤقته لغايه ما الكريمات والحاجات دي انت بتحطيها تخفف صدرك. مفيش يعني انا ما افتكرش مرت عليا في حياتي شفت حاله من الحالات اللي فيها تشققات انها ما خفتش الحقيقه يعني. فحضرتك ما تتسرعيش لان ابنك هتحرميه من حاجه مهمه جدا. خلاص؟ احنا الحاجات اللي بندي فيها الطفل لبن صناعي هو ان الام مش موجوده، مسافره خالص، ام بتشتغل ففي فتره معينه مش موجوده فيها غصب عنها، لكن حضرتك ما دام قاعده معاه لازم ترضعيه. ام بتاخد دواء غصب عنها لازم تاخده، لان لو ما خدتوش هيضر بحياتها، وفي نفس الوقت الدواء ده ممكن يخش للطفل يضره، فهنا لازم حديله طبعا لبن صناعي. وفي حاجات تانية برضو امراض معينه بتبقى موجوده عند الام، دي مش من الحاجات الامراض دي مش من ضمنها تشققات. حضرتك لو عرفتي
وقعدتي مع دكتور الاطفال اللي حضرتك تتعاملي معاه واساليه قولي له ايه فرق من لبن الام واللبن الصناعي، هتفضلي تقعدي معاه ساعات طويله عشان يشرح لك قد ايه ان لبن الام ده مفيد للبيبي ومفيد ليكي، مش بس مفيد للطفل. يعني لازم تعرفي برضو ان لبن الام اما البيبي يرضع من امه، الام انت شخصيا بتستفيدي ان الاورام الوحشه بتاعه الثدي وبعض الاورام بتاعه برضو الجهاز التناسلي بتاع الام بتقل جدا نتيجه ان الام بترضع. اظن دي حاجه يعني طبعا مهمه جدا جدا ان البيبي بيحميك يعني. ولو حبت تستعين يعني بلبن صناعي لو ما قدرتش وتعبت، لو حبت هنا ممكن حضرتك ده مش من ضمن الحاجات المرغوبه. لما الدكتور بتاعي يقول لها انا فشلت مش قادر اعالج صدرك خلاص الموضوع تاني، لكن هي ما تجيش تقول انا تعبت شويه اروح ادي لبن صناعي. لسبب ان دي موضوع لا رجعه فيه، بمشي في اتجاه واحد، ابتديت لبن صناعي هكمل لبن صناعي، هبتدي البيبي بتاعي يحس ان اللبن الصناعي طعمه احلى شويه وطريقه الرضاعه اسهل شويه، يبتدي يسيب لبن امه بالتدريج وينتهي الموضوع في الاخر انه بياخد لبن صناعي وابقى صدري فيه لبن واضطر ان انا ادي. دكتور زياد زي ما اتكلمنا عن مميزات اللبن الطبيعي اللي يمكن ربنا وصلنا بالنسبه لاطفالنا الرضاعه الطبيعيه لمده عامين، ولكن اللبن الصناعي الكثير من الام هل ليه مميزات ولا هي بتلجا ليه ملوش اي مميزات؟ لا مفيش حاجه اسمها ملوش مميزات، طبعا كويس وفيه مميزات كتير. يعني هل الطفل بيستفيد منه؟ طبعا بدون شك بيستفيد بدون شك، بس مش استفاده لبن الام. لكن في حاجات معينه مثلا بنضطر نلجا فيها ندي لبن صناعي مخصوص. مثلا زي ايه؟ في طفل بيبقى عنده حساسيه من البروتين بتاع اللبن كويس، فبنضطر ان احنا نديله لبن بدون بروتين حيواني، يعني هو احنا بنجيبه من جاموسه او بقره او حاجه زي كده. لا احنا بنعمل البروتين، بناخد البروتين بتاعه، الشركه يعني بتعمل بروتين من حاجات تانية غير حيوانيه، تبقى حاجات نباتيه، فبالتالي ما يجيلوش هذه الحساسيه. وعلى فكره الحساسيه دي خطيره جدا وجامده جدا وبتعمل امراض جامده جدا وحساسيه صدريه و الى اخره. دكتور زياد هنرجع مره ثانيه نتكلم عن مميزات الالبان الصناعيه، ولكن بعد استقبالنا الاتصال. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي دكتور زياد معاكي يا فندم. بصراحة يا دكتور بنت عقلها 6 شهور وعايزه تبان كده ومش عارفه اكلها ايه، مش قادره الزبادي وانا مش عارفه اكلها ايه ولا السلالات. حضرتك 6 اشهر لغايه ما البيبي يتم 6 اشهر المفروض البيبي بياخد لبن بس. ممكن اسمع حضرتك من التليفون؟ اتفضلي حضرتك يا فندم اتفضلي. بصي يا ستي احنا الطفل لغايه ما يتم 6 اشهر المفضل ان هو ما ياخدش غير لبن، ومن المفضل ما ياخدش غير لبن ام، ما ياخدش حتى عصاير ولا اي حاجه سكريه ولا حاجه زي كده خالص. تمام؟ اول ما البيبي يتم 6 اشهر في بقى اختلافات في الاراء هنا كتير ان نبتدي نديه، بس بعد ما يتم 6. لكن واضح ان الطفل بتاع حضرتك وهو عنده 6 اشهر ان حضرتك جربتي له زبادي وجربتي له سيريلاك وجربتي له حاجات زي كده، كتر التجارب بتاع الحاجات دي بيخلي الطفل يتعود على طعم حاجات كتيره، يكره الاكل كله او يكره اللبن، وبالتالي مش هيبقى التغذيه بتاعته مناسبه. في اراء كتيره في الموضوع ده، في ممكن تبتدي تدي زبادي بس زبادي لايت اللي هي ما فيهاش دهن خالص وتديها له بدري اللي هو بعد ما يتم 6 اشهر، وفي بعض الاراء بتقول لك والله اللبن يفضل ان هو اي منتجات لبن يعني مش مفضل ان هي تاخد لغايه سن سنه، بس ده مش الحقيقه مش شيء موافق عليه قوي هنا عندنا في مصر. الغالبيه العظمى بتستعمل ممكن ندي زبادي. بعد شهر كمان ممكن تبتدي تدي شرب خضار، ما تديش فاكهه، تدي شرب خضار بالفراخ، ودي طبعا ليها تركيب مخصوص وحاجه مخصوصه. السيريلاك ده اكليه او بلاش كلمه سيريلاك، يعني السير اللي هي الحبوب المطحونه دي والحاجات دي اجليها شويه لان بيبقى طعمها حلو. فالحاجات اللي طعمها حلو ومسكره وفيها برضه حاجات ممكن تعمل تهيج مهم بتاع البيبي، ممكن الطفل يستغنى عن السيريلاك وعن السيريالز دي كلها طبعا. يعني مش يستغنى عن الاكلات الطبيعيه في البيت ولا يعني هي مهمه قوي تدخل جسمه؟ يعني هو السيريالز دي عباره عن ايه؟ او رز او مش عارف ايه، وكلها بتبقى مطحونه ومضاف اليها شويه لبن بودره وميه وشويه فيتامين بس وخلاص. يعني لو خد الحاجات دي بشكل طبيعي افضل. هو زمان الامهات كانت بتعمل ايه؟ كانش يعني فيه سيريلاك؟ لا ما كانش فيه حاجه من دي. كانت بتعمل ايه؟ كانت بتجيب مثلا البليله وباللبن وتضربها بالخلاط وتروح ماكلها بس. ما هي نفس الفكره، لكن الفكره او ميه الرز زي ما الميه لوحدها. لا الميه لوحدها، لكن احنا بندي نفس اللي هو السيريال ذات نفسه. واخد بال حضرتك ازاي؟ دكتور كنا بنتكلم عن مميزات اللبن الطبيعي، حضرتك قلت ان هو لبن اصطناعي يعني الطفل بيكبر من خلاله وليه مميزات ايضا. مميزات مثلا احنا ممكن ندي لبن
ما فيهوش بروتين للاطفال اللي عندهم حساسيه من بس غالبا هي الحساسيه بتبقى حساسيه من البروتين الحيواني اللي هو من نفس برضه لبن، يعني ندي لبن صناعي بديل لبن صناعي تاني. ممكن بقى في اطفال بيبقى عندهم، ودي نسبه مش كبيره الحقيقه، عندهم لو خدوا اي لبن في الدنيا يتضروا، لان مكونات اللبن ده في حاجه منها ممكن تعمل لهم ضرر شديد جدا. خلاص دول بيبقى عندهم سوء تمثيل غذائي. يعني مثلا في حاجه اسمها فينالكتونوريا او حاجه زي كده، الحاجات دي بتبقى مهمه جدا ان احنا نديله نوع لبن مخصوص، النوع ده ما فيهوش الايه. طب حضرتك قلت في كلامك ان اللبن الصناعي اقل مميزات من اللبن الطبيعي لهم، ولكن هل ممكن السيده يعني تكمل ميزه اللبن اللي هو المميزات الاقل بقى من اللبن الطبيعي، اللبن الصناعي تكمل عليه يعني لحين ما يوصل للبن الطبيعي، تديله مكملات ايضا اللي هو لبن الصناعي؟ لبن الصناعي أيوة. بس بعد صنعت تليفوني. الو الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي دكتور زياد، معاكي يا فندم. لو سمحتي يا دكتور، انا لسه وازه بقالي شهرين، واللبن في صدري قليل جدا، فانا بساعد باللبن الصناعي. انا مش عارفه ان كان ده صح ولا غلط، بس انا سألها الدكتور يعني ومكلماه. فانا بديله يعني طول النهار اديله اللبن الصناعي، طول الليل بيبقى الرضاعه ده طبيعيه. اما اللبن يتكون يعني، فاهم؟ فانا مش عارفه كان ده صح ولا غلط. والله بصي، طبعا هو الدكتور اللي بيكشف على الطفل وبيوزنه. يعني ابنك عنده شهرين لما ابتديتي خدتي القرار ده، كان وزنه قد ايه وعنده قد ايه؟ لا ده هو كان وزنه مولود وزنه قليل جدا. قد ايه يا ستي؟ انا كان عنده 40 يوم، كان عنده 3 كيلو. 40 يوم وزنه 3 كيلو. هو ضعيف. ثواني بس، وانت ما كنتيش بتدي لبن صناعي ساعتها؟ لا ما كنتش بدي لبن صناعي. يعني ابتديتي تدي لبن صناعي؟ طب اسمعيني من فضلك، يعني كنت ابتديتي تدي لبن صناعي وعنده 40 كيلو صح؟ لا كان لسه ايه؟ كان 30 يوم وبدات اديله اللبن الصناعي. عظيم، يعني لما تم شهر كان وزنه 3 كيلو؟ مظبوط كده؟ بس اللبن كان قليل برضه في تدي، فكنت بس معلش انا مش بتكلم على اللبن قليل، اسمعيني من فضل حضرتك. احنا اما الطفل كان عنده شهر كان وزنه 3 كيلو صح؟ لا كان اقل من 3 كيلو. اقل، كان تقريبا وزنه قد ايه؟ 2 كيلو وشويه. لا مفيش حاجه اسمها شويه، لا ما هو 2 كيلو جرام، ما هو 2 كيلو وشويه، 2 كيلو و900 ساعات. طب بصي يا مدام، بصي الدكتور بتاعه ادرى طبعا، لكن الاساس ان احنا بنحاول نعمله لازم تدي صدرك قبل اللبن الصناعي، لكن ما تديش اللبن الصناعي في رضعه وصدرك في رضعه. قبل اللبن الصناعي ترضعي من صدرك وكملي باللبن الصناعي في المواعيد اللي حددها لك الدكتور، زائد انك تاكلي كويس، تشربي سوائل كتيره، وفي ادويه كتيره موجوده دلوقتي في الصيدليات من اعشاب طبيعيه ممكن تزود اضرار اللبن عندك. ده النصيحه اللي اقول لك عليها. كمان يا دكتور ان طفلها ممكن يتعلق ما بين البيبيرونا وما بين زيت المرأه، فممكن يتعود اكتر على البيبيرونا. شيء طبيعي. انت عارفه حضرتك، في حاجه يعني، هي الام يعني هي بتقول انا برضعه طول النهار بلبن صناعي وبالليل بلبن ام. خلاص لبن ام ملوش لازمه يا مدام، انا بكلمك بصراحه، لازم تدي صدرك الاول، اما يخلص صدرك يكمل بلبن الصناعي في المواعيد يقول لك عليها الدكتور. هل هي الام ممكن البيبي اما بيرضع من الحلمه بتاع الثدي بتاعها وين بيرضع من الحلمه بتاعت البيبيرونا، البيبي بيتلخبط دي ولا دي؟ زي ما كل واحد فينا بياكل من نوع طبق واحد متعود عليه، اكيد وهيتعود على الاسهل يا دكتور طبعا بدون شك. فبالتالي طبعا، لكن لما يكون جعان واقدر اديله لبن ثدي الام هيخلص اللي فيه. بالتأكيد. اهم حاجه منشطه لادرار اللبن ان البيبي يخلص اللبن في ثدي الام. هي كمان يا دكتور لازم تاكل كويس، تهتم كويس بدون شك، اللبن تاكل كويس، تشرب سوائل كتير، لكن لازم حتى البيبي لو وزنه قليل عشان تبقي عارفه ان من احسن الحاجات اللي بتزود الوزن كويس اللي هو لبن الام. وفي نقطه تانية، احسن حاجه بتخلي الجهاز العصبي بتاع الطفل في احسن ما يمكن هو رضاعه ثدي الام، وفي حاجات معينه مش موجوده بالالبان الصناعيه موجوده في ثدي الام. ايوه احنا بنتكلم بقى في دي. حضرتك كررتها مره ثانيه. طبعا ان اللي مش موجود في ثدي الام ومش موجود في الالبان الصناعيه وموجود في ثدي الام نقدر احنا نكمله بايه عشان يوصل لنفس الدرجه دي، او لو حتى اقل منها. انا اقول لحضرتك درجه واحده. في حاجات معينه، مواد كيماويه او مواد بيولوجيه معينه بتضاف الى انواع من الالبان عشان يقولوا انها قربت للبن الام. خلاص، وفعلا في حاجات موجوده كده وحسنت الحقيقه الكواليتي بتاعه اللبن الصناعي قوي، لكن ما وصلتش برضه خلاص للمستوى. خلاص، لكن في الحاجات دي احنا ما نقدرش نضيفها من عندنا، هي بتبقى مضافه في تركيبه اللبن الصناعي،
والألبان الصناعية لما بتيجي يعني لما بيجي شركة، لكن ما نقدرش الدكتور زياد نكملها بأكلات معينة بجانب اللبن الصناعي. أما يكبر مثلا ممكن نحط الزبادي، الحاجات دي هي مكملات توصل لنفس درجة اللبن الطبيعي. احنا اتفقنا إن أول 6 أشهر الطفل ما ياخدش غير اللبن. احنا المفروض الحاجات دي أهم حاجة ليها أول 3 أشهر. يعني أول 3 أشهر من عمر الطفل هم دول أول 3 أشهر مهمين جدا عشان استكمال الجهاز العصبي بتاعه. فانا هنا ساعتها برضو هاخد لبن. لو اللبن اللي عندي اللي حدي لبن صناعي بس ما فيهوش المكونات دي، الطفل مش هيبقى مستفيد، او هيستفيد بس مش هيبقى مستفيد قوي. لكن لو لبن الام او من لبن الالبان الصناعيه اللي فيها المكونات دي، هيبقى مستوى التفكير بتاعه والتركيز والذكاء والحاجات دي اعلى. والحاجات دي اتعمل عليها دراسات، دي مش بنقولها بالنسبه للبن الطبيعي، اللبن الثدي الام. دكتور هل فعلا الطفل اللي بيرضع رضاعه طبيعيه بيختلف عن الطفل اللي بيرضع رضاعه صناعيه من ناحيه النوم؟ هنا بينام اكتر، هنا بينام اقل، الذكاء زي ما بيقال؟ انا هقول لحضرتك على حاجه. برضه اتعملت دراسات على ارضاع الام من الثدي مباشره، واتعملت دراسات على ارضاع الام من اللبن بعدها واتاخد في بيبيرونه. خلاص؟ يعني هنا مفيش حاجه، هو نفس اللبن. لقوا ان البيبي اللي بيرضع من امه مباشره اكثر ذكاء. ليه؟ لانه اكثر راحه. اما بيقعد على صدر امه بيرضع بالراحه اكتر، بيبقى مرتاح اكتر، نفسيا مرتاح. الراحه النفسيه الناس مش متخيله ان البيبي ده يبقى حالته النفسيه، لا، راحته النفسيه مهمه جدا، والراحه النفسيه دي خلت الطفل يبقى ينام اكتر ويرتاح اكتر ونموه يبقى احسن ودرجه ذكائه برضه بقت مختلفه. انما بين لبن الام واللبن الصناعي لا، هناك فرق. طبعا اكيد دكتور، يعني يمكن اللبن الصناعي واللبن الطبيعي بلا شك اللبن الطبيعي افيد بكتير يعني بدون شك، بس اكيد في مشاكل بتنتاب الطفل اللي بيرضع رضاعه صناعيه بدون شك بعكس الطفل اللي بيرضع رضاعه طبيعيه. ايه المشاكل اللي ممكن تنتاب فتره الرضاعه الصناعيه؟ احنا هنعتبر الطفل ما عندوش حساسيه من اللبن، خلاص، لان الحساسيه من اللبن نمنعه خالص. لو اللبن الصناعي بنغيره بانواع معينه، لكن الحاجه العاديه اللي نلاحظها في اغلب، مش كل انواع، اغلب انواع اللبن الصناعي، ان الـ 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 الراحه بتاعه او الهضم بتاع الطفل لبن امه احسن من اللبن الصناعي. دايما الام لما تكون بترضع طبيعي بتقول لي ايه ده، البيبي بيرضع وبيعمل براز كتير وبتبقى زعلانه، وانا ببقى مبسوط لان كل مره بيعمل براز بيبقى مرتاح ويطلع غازات معاه، مدوش غازات كتيره. لكن اللبن الصناعي غالبا بقى بيبقى فيه عكس، بيقرب اكتر الى الامساك، وبالتالي بيبقى فيه امساك اكتر وغازات اكتر ومغص اكتر. خلاص، وعدم راحه. ده دائما يا دكتور مش لفترات معينه، لا دي اضرار يعني طبعا، او دي سلبيات. كل طفل مختلف عن التاني. يعني انت عارفه، يعني ممكن واحد يجي يقول لك بياكل ملوخيه ويخش ينام مرتاح، واحد بياكل ملوخيه يقول لك انا عندي انتفاخ. بتختلف من شخص لاخر زي ما بقول. هو الاطفال دول اشخاص برضو، لكن بياخد اللبن ده بيرتاح واللبن ده لا، واحده واحده. عشان كده برضو انواع الالبان فيها اختلافات في تركيبها كتيره. يعني ما نقولش الطفل ده عمل كده او مامته عملت معاه كده احنا نعمل كمان كده. اكيد كل طفل بيختلف في تكوينه غير الطفل التاني. دكتور زياد معانا اتصال تليفوني. الو الو الو، اتفضلي يا فندم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا سمعت من حضرتك ان كان حرم كبري كانت وضعيه شويه، لو قلتي فيها تشققات والدكتور زياد قال لك هاتي كريمات انا دلوقتي حامل في 7 شهور. فانا وزني كبير قوي، فلما اعمل رجيم ولا برضع ده غلط؟ حضرتك الرجيم لو بتاخدي الحاجات الاساسيه، انت عاوزه تعملي رجيم ليه؟ عشان تنزلي الدهون، مش كده؟ ما تاكليش يا ستي حاجات فيها دهون، لكن تاكلي حاجات فيها بروتين وحاجات فيها سكريات مناسبه وفيها معادن، وتاخدي كالسيوم كتير وخلاص، ما يجراش حاجه، وتشربي طبعا ميه وسوائل كتير. الكلام ده كله مش هيأثر في ادرار اللبن بتاعك، لكن ممكن وزنك يقل. بس طبعا مع احترامي لحضرتك، لازم الكلام ده يبقى باشراف طبي كامل. انت في بطنك في بيبي وبترضعي، وانت انسانه، التلات انفس اللي موجودين دول مهمين جدا بالنسبه لنا، لازم التلاته ما حدش فيهم يتضرر. اللي هو انت من ضمنهم. طبعا ما انا بقول، وانت كمان، ما انتوا التلاته هم مهمين بالنسبه لنا، فبالتالي ما تقدريش تعملي حاجه. الرضاعة الطبيعية بتساوي 5 مللي؟ متهيألي يا دكتور. حضرتك الرضاعة الطبيعية بتاخد كمية مجهود منك
يعني انت بتعملي مجهود عشان تعملي اللبن والبيبي بياخد اللبن ده منك، فدي طبعا حاجه كويسه بتقلل من الـ من الـ من الـ من الوزن او تنقص الوزن اكثر سهوله. دكتور زياد، نرجع مره ثانيه لموضوعنا اللبن الصناعي واللبن الطبيعي. كنا عايزين نتكلم بقى ان ازاي الام تختار اللبن المناسب ليها بالنسبه لانه لبن صناعي، هل اي لبن بيباع في الصيدليات ممكن هي تختاره وتجهزه لطفلها زي ما صاحبتها خدت لابنها او لطفلها؟ هو طبعا الكلام ده مش صحيح، لان الالبان ليها مكونات، في حاجات مثلا قريبه لبعض وفي حاجات ليها يعني اقصى، يعني مثلا في لبن شبيه شبيه بلبن الام، وفي لبن مخصوص للاطفال ناقصي الوزن والاطفال المبتسلين، وفي البان الاطفال عندهم حساسيه من اللبن، وفي البان يعني وهكذا. لابد من انه يكون تحت متابعه او اشراف طبيب بدون شك، لان في حاجه انا ممكن اديله لبن مش هيرتاح ليه، بس انا كدكتور برضه ممكن اكتبه، بس انا ممكن لما اعرف ان هو مش مرتاح ليه اقدر اعرف هل اغير اللبن ولا اغير نظام الرضاعه ولا البيبيلونه ذات نفسها مش مظبوطه ولا طريقه الارضاع بتخلي البيبي يبقى تعبان ولا النظام المواعيد الرضاعه غلط. ما دي كلها حاجات مهمه جدا، يعني مش محبب قوي ان هي تختاره بنفسها، لازم تحت اشراف طبيب. طب لو شعرت يا دكتور ان اللبن حتى تحت اشراف طبيب مش مريح طفلها، ترجع للدكتور تاني بيحسوا بمغص وبالام مختلفه. احنا قلنا ان كل طفل بيختلف عن الاخر، في الحاله دي تتعامل ازاي؟ ترجع للدكتور تاني عشان يغير اللبن. بس في نقطه، ما اقدرش كل رضعه اغير اللبن، يعني في ام عاوزه تغير اللبن كل يومين او كل ثلاثه، ده مش مريح. اللي بيكبر هي لازم تعرف ان مش هيريحها غير لبن صدره، لبن صدرها. اللي بيريح ابنك هو لبن صدرك انت مش لبن صدر اختك. وفي دكتور برضه عشان ما نبقاش دايما على الناس لازم ترضعي رضاعه طبيعيه، في برضه سيدات ما فيش لبن طبيعي وبتحاول وما فيش، في الحاله دي هتعمل ايه؟ هي احنا ما بنقولش حاجه، لكن انا ما اجيش اقول اصل انا الحاله بتاعت فادي بتاعت من شقه، طب انا حامل بقى في 7 اشهر، طب انا عاوز اعمل ريجيم. لا طبعا هي واضحه خالص كده، مع يعني مع احترامي طبعا اللي لا الكلام هنا مش عاوز سرطان، يعني طبعا احنا بخبرتنا كدكاتره بنبقى حاسين بالام من الاول وبنفهمها، بس بنيجي نحط لها يعني خط احمر، لا يا ستي ده هيضر ابنك. انما لو لقينا الام فعلا بتحاول ومفيش فايده وبتاع، نقول لها طب ايه رايك ده احنا في امهات بقى بنحاول نبقى نفسيا نتعامل معاهم، اننا ما اقولهاش ان هديكي لبن صناعي، لان هي مقصره في حق ابنها، فاجي اقول لها ايه؟ طب ايه رايك بقى عشان ابنك وزنه يزيد شويه؟ لبن صدرك هو الاساسي، بس نساعد برضعه كده صناعي. بتفضل معاها لحد ما تقوم بالمهمه دي، لغايه ما اعرف ان هي عملت اقصى ما في وسعها، وبعد كده اساعد لبن الصدر باللبن ده. في ام يعني اقول لحضرتك على حاجه، دكتور زياد نستقبل اتصال تليفوني. الو 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 الو، مساء الخير يا فندم. مساء النور، اتفضلي دكتور زياد معاكي يا فندم. سمحتي، انا عندي بنوته عندها 7 شهور. سامعينك، اتفضلي. بتطلع بشكل طبيعي، بس اللي بيقلقني ان هي بتنام فترات طويله قوي. هي بترضع رضاعه طبيعيه ولا رضاعه صناعيه؟ رضاعه طبيعيه. كويس. طيب حضرتك قلقانه من ايه؟ انها بتنام كتير؟ يعني سؤال حضرتك ايه يا فندم؟ انها بتنام كتير قوي، هي عندها 7 شهور ولا قلقانه من ساعه ولادتها بتنام فترات طويله، بتنام من 20 ساعه تقريبا متواصله. طيب انا هقول لحضرتك على حاجه. احنا طبعا حضرتك بتتابع دكتور، المساله هي بترضعها ازاي؟ طبيعي بتقول بتنام 20 ساعه. ما انا هقول لحضرتك بترضعها امتى. ما انا هقول لك على حاجه، احنا دلوقتي هنشوف حاجه، احنا دايما بندي حاجه زي ما بندي ده ونشوف نتيجته ايه. نتيجه الارضاع سواء لبن طبيعي او صناعي بنشوف معدل نمو الطفل ومعدل الانتباه بتاعه والحاجات دي. الدكتور اللي حضرتك الاطفال اللي حضرتك متابعه معاه، لو بيشوف النمو بتاع الطفل في 3 حاجات، الطول والوزن ومحيط الراس، الثلاث حاجات دول مهمين جدا. الوزن ده بيجي من الغذاء، والطول من الغذاء والهرمونات بتاع الجسم، ومحيط الراس بيبين مدى نمو المخ بتاع الطفل، يعني نمو مخه بيكبر كويس ولا لا. الثلاثه دول لو ماشيين في اسلوب واحد متماثل مع بعض، والبيبي كويس بالكشف عصبيا وردود افعاله كويسه، يبقى البيبي بتاعتك مرتاحه وجميله، ورضاعه الام مخليها مرتاحه وما تقلقيش منها خالص، مفيش اي حاجه. ده باعتبار برضو ان حضرتك عملت التحاليل الاولانيه اللي هي بتاعت الشبكه بتاعت الرجل للولاده اللي بتعمل في الصحه دي. انما لو لقينا الغده يا دكتور، الغده اللي هي بتاع الغده، انما لو لقيتي حضرتك
ان البيبي بتاعك بينام خالص وما بيرضعش خالص، وبالتالي وزنه بيقل وفي اختلاف في المتابعه بتاعه الوزن والطول ومحيط الراس والحاجات دي، يبقى هنا يبقى في حاجه مرضيه. بنتك غالبا غالبا والله اعلم غالبا مرتاحه ومبسوطه منك، فعشان كده واخده اللبن الطبيعي منك، لانها يعني انت عاملتيها احسن معامله ممكنه، فالبنت مرتاحه ولطيفه، ويبدو ان ايه صفاتها انها لطيفه وهاديه كده، فبالتالي بتنام فترات طويله. طبعا 20 ساعه دي يمكن كتير شويه، ومع ذلك ممكن تطمئن يا دكتور يعني. لازم انا بقول لحضرتك لازم تطمئن ان الوزن والطول ومحيط الراس كويسه، وردود افعالها العصبيه كلها ماشيه كويس، والتحليل اللي اتعمل ساعه الولاده كويس، خلاص يبقى البيبي ده بتاعتك ما فيهوش اي مشكله خالص. بالعكس تبقى مرتاح. عكس بقى الطفل التاني اللي تلاقيه عنده مغص وغازات وبطنه منفوخه وبينامش وطول النهار يعيط، ده طبعا بيبقى مرتبك جدا ونفسيا مش مرتاح. دكتور معانا تليفون تاني. الو. اتفضل. الو. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحتي، هو انا عيالي اخويا كان عندهم غدة نمائي، ورحت عندهم وابني، بس هما في الاخر ابني طالع له النهارده كام حبايه كده احمر. ده ابن حضرتك عمره قد ايه يا فندم؟ عمره سنة وثمان شهور. سنة وثمان شهور. وهم كان عمرهم قد ايه؟ هم واحد عنده سنتين والتاني عنده ثمان سنين. حضرتك رحت لهم والجديري كان شكله ايه عندهم؟ هو ده اسمه جديري بقى مش جدري، احسن جدري دي حاجه وحشه، الجديري دي حاجه خفيفه. ها؟ كان هو كان خف يعني، كان خف يعني الحبوب لسه موجوده ولا كان القشر وقع؟ القشر وقع وفيه قاعد. ما دام في قشر لسه قاعد ومحمر شويه يبقى لسه الطفل معدي، بس الطفل عشان يبقى معدي ويعدي ولادك لازم يقعد فتره الحضانه على الاقل اسبوعين، فمش ممكن تزوريهم السبت يوم الاثنين يطلع عليهم طفح، يبقى مش منه. يعني مش هو ده؟ ما هو الا لو كنت زاروهم قبل كده وهم قبل ما يعيوا. لا، ده اول مره نروح امبارح. اول مره من ساعه ايه؟ من ساعه ما عيوا ولا من ولا خالص اول مره يشوفوهم؟ لا، اول مره نشوفهم. عمر ما راحوا لهم شافوهم قبل كده؟ لا. غالبا ده دكتور زياده اللي هي ممكن تنتظر على الحبايه دي او النقطه دي، لو زادت تعرف طبعا إن هي لو زادت هتروح لها يبقى جديري، لكن يعني هي الفكره ان فتره الحضانه بتاع الجديري بتبقى على الاقل اسبوعين، فمش ممكن تزور يوم السبت الولد ياخد لو لا قدر الله خد الفيروس يبان عليه الاثنين، لازم يقعد اسبوعين على ما يبان عليه. الا لو كان بقى الطفل زاره قبل ما يعيا، فهو الطفل قبل ما يعيا بيبقى فتره الحضانه معدي برضه. هو لسه امبارح. بصي حضرتك، بص لو جديري 20 ساعة أو 48 ساعة بالكتير بتلاقي جسمه اتبان عليه الطفحة كله، لو حصل كده على البطن والظهر بيبقى عبارة عن حبوب حمراء وبعدين تعمل راس بيضة كده فيها مية وبعدين تقشر، لو عملت أي حاجة زي كده تروحي للدكتور بتاعك وتشوف، لأن دلوقتي مفيش حاجة علاج ممكن تعمليه إلا لو بان عليه حاجة بياخد علاج معين. شكرا ليكي فندم. دكتور زياد غالبا ما بتعاني الكثير من الأمهات اللي بترضع أطفالها رضاعة صناعية من موضوع التلوث. عايزين نتكلم بقى عن كيفية تحضير البيبرونة والتلوث اللي طيب بيصيب الطفل والبيبرونة نفسها. طيب احنا دي نقطة شديدة الأهمية جدا، لأن أنا مش بدي ابني غذاء، ده أنا هنا بديه مرض لو الحاجة مش لطيفة. بالتأكيد. الاهتمام بالنظافة لدرجة الوسوسة هو شيء مهم في موضوع اللبن الصناعي، لأن الحقيقة اللبن الصناعي ده ممكن يشيل ميكروب مش هو كنفسه، طريقة التحضير الغلط. ازاي دلوقتي صحيح؟ احنا عندنا في طريقتين. خلاص، طريقه غاليه وفي طريقه رخيصه، لكن الاثنين بيؤدوا لنفس النتيجه. خلاص، الطريقه الغاليه اللي هي بيبقى عباره عندنا في حاجه بتتباع في الصيدليات بتبقى عباره عن اسمها حل التعقيم، دي بنجيب البيبرونات وبنغسلها كويس بميه وصابون والتيتينا والحاجات دي ونحطها في الـ في الـ في الـ في الحاله اللي هي بتاعه البيبرونات دي، هي بتروح غاليه وتعقم بنفسها، وحتى بتبقى في الميه فيها وميه تتعقم وكل حاجه كهرباء، وكان في نوع زمان كان بيتحط على البوتاجاز، بس لكن اللي موجود دلوقتي اغلبه كله بالكهرباء. دي طريقه غاليه شويه، واللي ما يستطيعش على كده ما انتهتش الدنيا بالنسبه له. احنا نقدر نعمل ايه؟ اولا احنا ما بنستعملش غالبا ميه معدنيه، لان الميه المعدنيه زي ما هي الناس متصوره انها نظيفه، لا مع احترامي الشديد هي ميه ما فيهاش شوائب بس، لكن فيها نسبه املاح اعلى من الطبيعي. اللبن الصناعي من ضمن مضاره ان في نسبة املاح بالذات الصوديوم اعلى من الطبيعي بالنسبة للبن الام. اللبن الطبيعي يختلف كويس. عن اللبن الصناعي. لا انا قصدي بقى اذا لما يكون عندي في لبن فيه صوديوم اعلى او املاح اعلى ما اديهوش مية فيها املاح كمان. خلاص، يبقى انا لازم اديله مية ما فيهاش املاح. المية اللي ما فيهاش املاح دي في
يعني بره بيبيعوا ميه زي دي، احنا ما عندناش. خلاص احنا هنعمل حاجه بسيطه جدا، هناخد ميه فلتر عادي ان شاء الله، فلتر من البلاستيك الصغير ده من حنفيه، ونقعد نغليها 20 دقيقه 20 minutes. خلاص ال 20 دقيقه دول قادرين ان هم يقضوا على الميكروب اللي موجود، اي جراثيم بس وخلاص وانتهى، وتشيلهم في حاجه نظيفه تحطهم بقى ايه جلد. وكده نتخلص من مشكله التلوث. دكتور معانا اتصال تليفوني، هو اخر اتصال تليفوني معانا النهارده. في نقطه صغيره، اما نغلي ما نغليش في حاجه ستيل ستيل ولا الومنيوم ولا حاجه نحاس. طب ليه يا دكتور؟ الثلاثه دول ممنوع الغلي، بيعملوا حاجات تنزل مع الميه تخش البيب الدور. الومنيوم ده ممنوع نهائي خلاص. لكن احنا بنغلي يا حاجه بايركس يا حاجه من الصاج اللي هو المطلي مينا، اللي هو ده بيبقى لا يتفاعل. وده صحي اكتر على صحه القطط طبعا. هو ده، فدي حاجه بسيطه مش مشكله. دكتور معانا اخر اتصال تليفوني. الو اتفضلي بقى. الو 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 ايوه مساء الخير يا فندم. مساء النور. اتفضلي دكتور زياد معاكي يا فندم. مساء النور. انا ابني عنده 7 سنين ونص. اي اتفضلي. انا عنده 7 سنين ونص، تحسي كان عنده مشكله في الكليه. فدلوقتي الحمد لله بس على جسمه كده، حتى لحد كده حمرا حساسيه كده. اي اتفضلي. بس تحس عنده من فتره، من 3 شهر بطنه منفوخه كده، فاحنا كشفنا عليه عند الدكتور، قال دي عشان لسه بس بطنه طلعت لسه ما لقيتش على راس، بس احنا قلقانين من حاجات بطنه دي كده فيها نفخه كده. انت بترضعي طبيعي ولا صناعي؟ لا طبيعي. عظيم. بتاكليه ايه؟ بأحلم. وايه كمان؟ يعني كنت بقيت مثلا كنتايه بزرايه. وايه كمان؟ كنتايه كده بقى نصوم واكلهم. وايه كمان؟ يعني لما تعب واخد الاكل حتى الزياده. ايوه. اكلتيه ايه كمان؟ بس كده. وما شربتيهوش حاجه؟ نعم. ما شربش حاجه، عصاير، حاجات زي كده؟ لا لا ما شربتش عصاير ولا اي حاجه. بصي حضرتك، هو الانتفاخ اللي عنده ده غالبا انتفاخ بسيط، وفي ادويه بسيطه للانتفاخ دي، ولو وزن الطفل كويس وبينمو كويس ما فيهوش مشكله. ايوه وزنه كويس وبينمو خلاص، يا ما فيش اي حاجه ما دام بترضعي طبيعي. بس البطن دي مش عارفه الواحد يعني ما فيهاش مشكله يا ماما. هي قلقانه. لا لا ما فيهاش مشكله يا ستي، دي حاجه عاديه. وما دام الدكتور بتاعك شافها وشاف ان هو الانتفاخ في حدود المعقول خلاص ما فيش مشكله يا ستي. لما بيكبر، هو قصد الدكتور ان لما الطفل بيتم فوق سن ست اشهر، لما يبتدي الطفل يقعد بيبتدي عضلات البطن تقوى، عشان الواحد بيقعد على من 6 لـ 8 يبتدي يتحسن الموضوع ده، وبتلاقي العضلات بتبقى اقوى شويه من الاول. لكن الاطفال دايما عضلات البطن بتاعتهم بتبقى ضعيفه شويه. فاللي عند ابنك او بنتك ده ما تقلقيش منه خالص. شكرا ليكي يا فندم. يمكن دكتور زياد اتكلمنا عن كل ما يخص اللبن الصناعي من عيوبه ومميزاته. حضرتك قلت اتكلمت فيه عن مميزاته وعن مستوى الذكاء وعن النوم وعن الاضرار وعن التلوث. الحقيقه افدتنا بكل حاجه يمكن، وعن الفايده اللي بتيجي الام اكيد يمكن. حضرتك افدتنا واستفدنا من وجود حضرتك كتير. شكرا ليك دكتور زياد محي الدين، استشاري طب الاطفال، شرفتنا ونورتنا في استوديو اسالي. شكرا ليك يا دكتور. شكرا. مشاهدينا ومشاهدي برنامج اسالي، يمكن دايما في برنامجنا اسالي مستنيينكم تسالوا، واحنا هنجاوبكم على كل ما يخص المراه وايضا كل ما يخص الطفل. زي ما شفتوا معانا النهارده، اتكلمنا على اضرار اللبن الصناعي، اتكلمنا عن اللبن الطبيعي، اتكلمنا على امتى الام تلجا للبن الصناعي، هل هو كطريقه مساعده للبن الطبيعي ولا هو نتيجه انها ما عندهاش وقت وبتنزل شغل. قلنا كل مميزاته وعيوبه. انتظرونا كل يوم برنامج اسالي، ولكن ميعادنا معاكم كل يوم اربع، برنامجكم اسالي.